أعلنت وزارة التجارة والصناعة تحرير 23 محضر ضبط لمحلات تجارية خالفت الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار كوفيد-19، فضلا عن إعادة فتح محلين اثنين. وقالت وزارة التجارة إن فرقها التفتيشية رصدت 261 جمعية تعاونية وأسواقا مركزية ومحلات تجارية وبسطات للخضروات للوقوف على مدى التزامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات. كذلك قامت الفرق التفتيشية بمراقبة 80 فرعا تموينيا للتأكد من مدى انسيابية سير عمليات البيع وتسليم المواد الغذائية لمستحقيها.